ودلوقتي معانا النجم معتصم النهار. مساء الخير يا معتصم ومنورنا الليله دي. مساء الخير بسنت ومساء الخير لكل المشاهدين من جوي اووردز، هذا الحدث العظيم على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم ان شاء الله يا رب. اكيد. طيب معتصم كلمني النهارده عن شعورك وانت موجود في جوي اووردز ومسلسلكم صالون زهره مرشح لثلاث جوائز. صدقيني بسنت انا موجود للمره الثانيه، السنه الماضيه كنت، السنه هي التطور ملحوظ. صحيح. فعليا، وهذا الشيء اللي بيسعد عن جد، انه انت اليوم تيجي السنه اللي بعدها تلاقي تطور اكبر واكبر. مبسوط دائما. السنه الماضيه كنت كثير سعيد وهي السنه فعلا سعيد جدا، حدث بجنن، حدث بيطير العقل، والاجمل انه صالون زهره اليوم مرشح لنيل الجائزه، وان شاء الله الجائزه بتكون لنا ان شاء الله. ومبروك سلفا لكل الفائزين، ومبروك سلفا لكل الاعمال والمخرجين والكتاب اللي راح يكونوا من الفائزين ان شاء الله. طيب كلمني شويه عن كواليس العمل، وهل هيكون في مسلسل يعني جزء ثالث من المسلسل بعد النجاح الكبير اللي حققته؟ ان شاء الله. اذا ما كان في جزء ثالث رح يكون في هيك مشروع كوميدي جميل. بتمنى اكيد انا انه رد اجتمع مع نفس الكرو مع نفس الكاس ان شاء الله. اذا ما كان في نفس العمل رح يكون في عمل جميل كمان. طيب عمل جميل، في حاجه في رمضان؟ رمضان الحقيقه حاليا بلش التصوير. ممتاز. مع المخرج العزيز صديقي الاستاذ مصنى صباح، مسلسل اسمه خريف عمر. رح يكون من الاعمال المميزه والمنافسه برمضان ان شاء الله. طب ما تقولي تفاصيل صغيره كده عنه، اي حاجه؟ والله شخصية جديدة وأول مرة بلعبها، هي شخصية صحفي، صحفي عنده برنامج على التي في. انت بتنافسنا ولا يس ايه؟ يس حنافسكم، حألعب بملعبكم المرة. لو عايز تدريب قول لي بس. لكن أنا بعد خبرتي وتعاملي معكم على مدى هالسنين لا اكتسبت خبرة أكيد. صحفي عنده برنامج بيكون على الهواء، يستغل مهنته كصحفي، يتقرب من السلطة، يتقرب من أصحاب النفوذ، يتقرب من أصحاب المال لخدمة مشروعه الشخصي. وصولي نوعا ما، ولكن في جانب جميل بشخصيته. يا مامي حمستنا بالزياده. طب انت وانت داخل علينا كده قلت لك نظارتك حلوه، ستايلك حلو النهارده، كلمني شويه عن اي لاف ات. الستايل بمساعده واشراف صديقي ماي ستايلست ايليو مسلم، بنقول له تحيه اكيد. النظاره من اختياري. اللي انا حبيتها جدا قوي. النظاره مقدمه والله. هاتها مش هقول لك لا. اول مره هيك بلبس هيك شيء، يعني حبيت الستايل قلت واي نوت. لا بيرفكت. ثانك يو ثانك يو. والناس طبعا كلها هنا النهارده مستمتعه معانا. معتصم حابب تقول ايه للحضور اللي بيتابعونا دلوقتي بكل مكان مش بس في الوطن العربي، في العالم كله؟ والله العظيم بدي اقول شكرا للسعوديه موسم الرياض، معالي المستشار تركي آل الشيخ على هذا التنظيم وعلى هذا الحدث. نحن بالوطن العربي فعلا بحاجه هيك هيك تنظيم، وبحاجه هيك احتفاليه، وبحاجه هيك مهرجان. مشكورين ان شاء الله يا رب منه للافضل والافضل والافضل، وشكرا على كل هذا الدعم اللي عم يقدموه لكل الفنانين ولكل الطاقات العربيه. شكرا يا معتصم وبشكرك على وجودك وجودك النهارده. Thank you. شكرا لك، نورتنا. شكرا لك. شكرا.